فاير، جبل عمر، ساحة الخليل، ساحة الخليل، دار التوحيد. شارع إبراهيم الخليل. هنا ما شاء الله تبارك الله اللي هو التوسعة الجديدة، توسعة الملك عبد الله والملك سلمان. أنا أسوي الفيديو هذا بعد معرض، بعد ما صورت فيديو معرض أصحابي، فعشان كده على طول دخلت لكم في الموضوع يعني مباشرة. هذه أمامنا توسعة الملك فهد. هنا نحن الآن، أنا دائما أرجع لمقبرة الأحلاف هناك. يعني دحين نحن تقريبا في الشبيكة الحقيقية، لكن هذه المنطقة عموما الشبيكة. هذا باب الملك فهد، وكذا باب الملك عبد العزيز. هناك باب العمرة، باب العمرة اللي هي اللي تحته المنارتين لسه ما زال تحت الإنشاء. خلينا نطلع كده مع هنا، ندخل مع دي البوابة، مع الدخلة هذه. أنا كل شوية كده أعطيكم. هذا باب العمرة تحت الإنشاء. هذا مسار آخر برضو إلى الدور الثاني، الطواف الدور مسمينه الأول ولا الثاني، هم الدور الأول يعني على اعتبار الأرضي وثم الدور الأول. نطلع بالمساعد.